سعيد لوحدي معلش يومين كده وهاخدك انساحك سعيد لوحده قالوا سعيد زعلان انا قلت لك يا سعيد خلاص انت بتكذب نوح بتكذب ودايما بتمشي ومش بتيجي تاني غصب عني يا سعيد غصب عني ليه ليلى مشيت وليه فيروز مشيت بتمشيهم ليه يا نوح؟ أنا ما مشيتش حد أنت بتكذب نوح بتكذب مشيت ليلى مشيت فيروز أنا عاوز ليلى نوح أنا عاوز فيروز أنا عايز أيوة يا سليم يا حبيبي أنا عملت له شوية تحليل علشان نطمن أكتر هو في حاجة لقاك يا دكتور؟ بعد التحليل هنتأكد هو حضرتك مراته؟ أيوه أتمنى تحافظي على مواعيد الدواء اللي كتبته له خصوصا اليومين الجايين دولت لحد نتيجة التحليل ما تظهر ميرسي قوي ميرسي تعبناك معانا ميرسي كل اللي اتفقنا عليه حصل يا سيبي وعش نوح اللي في الجنوب بقى خلاص في جبنة والعميل بتاعه اللي حسبنا أنا قلت كده ما يجيبهاش إلا خديجة اختياري كان في محله هانم بس أنا عاوز أعرف هتوقع نوح إزاي خليها مفاجأة اصبري على الطبخة لما تستوي المهم أنت هتعدي البضاعة هو هيكون مش فاضي وحشتني وانت كمان ما بقتش بترد عليا كالعاده كنت ناويه اجي اتخانق معاك بس اعمل ايه لما بشوفك بنسى كل حاجه المهم ان احنا مع بعض يا سليم وانا كمان اهم حاجه عندي اني افضل معاكي ما بستريحش غير كده بس انت عارفه بقى يا حبيبتي الظروف اللي انا فيها ظروف الشغل والعيله والبيت مش كده يا سليم؟ لا لا البيت مش مشكلة ما هو باين هترد؟ لا مش وقته خالص طب اقفل الموبايل وحياتي اقفله خالص؟ لا طبعا الله ليه؟ انت مش بتقول انك مش هترد؟ بس مش معنى ان انا مش هرد اني اقفل الموبايل في الحالة دي مريم هتقلق عليك مش كده؟ داليا أنا عايزك تنسي خالص إن أنا متجوز أنا شخصياً بعمل ده وأنا معاكي ولما بتسيبني بترجع تفتكر وتروح لبيتك ومراتك وتنسان أنا
ولا كأني في حياتك، مش كده يا سليم؟ وبعدين بقى يا حبيبتي، احنا يمكن لو كنا اتقابلنا قبل ما اتجوز ما كنتش هتقولي الكلام ده كله، بس هو ده الوضع الحالي. مريم مراتي وانا مش هطلقها، ولو انت بقى عايزه تضيعي بقيه الساعه اللي متفقين عليها في الموضوع ده مفيش مانع. سليم، انا مش عاوزاك تطلق مريم. ايه؟ تطلق مريم ليه؟ انا فكرت في كلامك كويس قوي ولقيت ان انت عندك حق. انا عارفه انك بتحبني ومفيش حد في قلبك غيري، وانا مش عاوزه حاجه في الدنيا غير ان يكون معاك وبس، حتى ولو ليوم واحد في الاسبوع. المهم يا سليم، لما نكون مع بعض ما احسش اني بسرقك. سليم، ما تيجي نتجوز؟ انا موافقه اكون زوجه تانيه. قوي قوي، بس انت عارفه الدنيا ملخبطه عندي ازاي دلوقتي. اديني شويه وقت اظبط اموري واروق نفسي وبعدين نناقش الحكايه دي. ايه ده؟ انت ماشي ولا ايه؟ اه، ما انا قلتلك يا دوب ساعه، وانتي اللي ضيعتي الساعه في الكلام اللي عموما يا حبيبتي انا مش هتاخر عليكي ابدا. خلي بالك من نفسك. باي باي. انت المفروض يا اخي انك تتمنى لي الخير. فوق يا عبد الحميد، هم عايزين يضربوني انا بيك، انت مش مهم عندهم. لا مهم، ومهم قوي كمان. لو ما كنتش مهم ما كانوش كلموني. المهم بقى انك يا اما تعمل اللي هم عايزين يعملوه، يا إما تسيب الملعب للي بيعرف يلعب. أنا أقدم منك في الملعب ده. ده ملعبي وعارف كل حاجة فيه. أنت بقى اللي مش عارف الخطر اللي أنت موقع نفسك فيه. لو النبي عارف، وعارف كويس، وحاسبها كويس قوي كمان. خلاص، يبقى أنا كده عملت اللي عليا وبلغت وقضي الأمر. لا، بقول لكم إيه، أنا ماليش دعوة باللي بينكم، مشاكلكم دي تحلوها مع بعض. أنا اللي ليا إن العملية هتتعمل، والعملية دي كبيرة ومهمة قوي بالنسبة لي، وما عنديش أي استعداد لأي لعب تحت الترابيزة. لعب تحت الترابيزة؟ انت بتقول لي انا كده يا نوح؟ ده بيزنس يا سليم، بس اوعدك بعد ما تقعدوا مع بعض وتحلوا مشاكلكم العائلية هنبقى نقعد ونتفاهم. انا هدخل الشحنة وهشرف بنفسي على تأمينها عند المنفذ، واظن انت عارف كويس قوي ده معناه ايه. ممكن تسيب الموبايل بقى وتردي عليا؟ ارد اقول لك ايه؟ مين شهد اللي انت بتتكلمي عليها دي؟ انا ما بكرهش في حياتي قد اللي بيستهون بيا وبدماغي يا يوسف.
طلعت تعرف واحده اسمها شهد وان انت ناوي تتجوزها كمان. اللي انت بتقوليه اسمه تخاريف على فكره. اكمل لك التخاريف؟ انا عارفه ان خطبتنا دي مساله وقت وهتخلص، بس انا كنت مديه نفسي فرصه ان انا احبك وان انت كمان تشوفني حبيبتك، بس انت ما شفتنيش يا يوسف. اكيد بعد كل اللي قلناه ده ما ينفعش نكمل. يا ريت تعدي على بابا وتقول له ان خطوبتنا اتفسخت. رودي صدقيني انا يوسف من فضلك ايه في الموضوع ده ما تتكلمش فيه تاني. احنا بيتلعب بينا